السلام عليكم اخوانا اخواتي الكرام، تحياتي لكم جميعا. كنحييكم كل واحد باسمه في اي مكان كنتو. ازول في اللو، في الفيديو هذا بغيت نبين لكم الاهميه والمصيريه ديال الحجر الصحي اللي فرضها الان الدوله في المغرب. فكما كنشوفوا حنا يوميا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى الناس اللي عايشين في المغرب كيشوفوا هذا الشيء، وحتى انا كذلك اللي عايش هنا في المانيا كنشوف هذا الشيء يوميا، ان الدوله فرضات حجر صحي ان الناس ما يخرجوش الا للضروره القصوى. فالناس خصهم يعرفوا الأهمية ديال هاد الحجر الصحي هذا، وأنه مهم 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 لواحد الدرجة ما كتصورش. أنا في هاد الفيديو هذا غادي نبين لكم أهم الفوائد ديال الحجر الصحي، بل إلزامية الحجر الصحي. علاش حنا خصنا نديرو الحجر الصحي باش نقضيو على هاد الوباء الخبيث ديال كورونا، وعلاش إلا ما درناش الحجر الصحي غادي يستمر هاد الوباء وغادي نموتو كاملين. الفائدة الأولى هنا كما كتشوفوا الإخوان، هاد الشيء ما هادي اللي صوبتها دابا، هاد المربعات الصغار هما الديور، هما المنازل، وهاد الدائرة هادي اللي هنا كيبان لكم واحد الشجيرات، هذا هو المرافق العامة، دوك المرافق اللي كنتلاقاو فيها حنا كاملين، واحد الأماكن مشتركة بيننا حنا كاملين، قهاوي، مطاعم، ملاعب ديال كرة القدم، مسارح، سينما، الأماكن اللي كنتلاقاو فيها كاملين. فهنا الاخوان كما كتلاحظوا هذه في الايام العاديه، فاش ما كيكونش الحجر الصحي الناس خارجين هما في المرافق العامه كيتجمعوا، كيمشيو يتقهواو، كيمشيو يلعبوا الرياضه، كيسلموا على بعضياتهم، ما كانش هذيك المسافه ديال متر ونص، ما كاينش هادشي، الناس عادي، الحياه عاديه خدام. الا جا شي واحد في كورونا مثلا، هذا في الاحمر، هذا الاحمر كورونا، هذا السيد هذا اللون الاحمر في كورونا، وما دارش الحجر الصحي، يعني هاد الناس هادو ما دخلوش لديورهم، كلشي بقى مجموع هكا، هاد السيد هذا كينقل العدوى حتى كتنتقل للناس الاخرين، حتى كيولي عندنا تقريبا ثلثين ديال هاد الناس، ثلثين ديال هاد الناس هادو فيهم كورونا. فحنا في المغرب مثلا عندنا 35 مليون، وما دارش الحجر الصحي عدد الناس اللي غادي يتصابوا بكورونا هما اكثر من 22 مليون. تخيلوا 22 مليون غادي يتصابوا بكورونا الا ما دارش الحجر الصحي. دابا غادي نشوفوا الحجر الصحي الا دار شنو غادي يوقع. الا دار الحجر الصحي وهادو كلهم دخلوا ديورهم، كلشي مشى لدارو، زيد انت لدارك، دخل لدارك اسيدي، دخل لدارك، سير انت، دخل لدارك، دخل لدارك، دخل لدارك، كلشي دخل لدارو، وحتى هادوك اللي فيهم كورونا دخلوا لديورهم، حتى هذا اللي فيه كورونا دخل لدارو، وهذا اللي فيه كورونا دخل لدارو. فاش كيدار الحجر الصحي هذا اللي فيه كورونا، كورونا كتوقف عنده صافي، ولا على الاقل كتوقف على داك اللي حداه، ولا عرفوا انه فيه كورونا فراه اوتوماتيكيا كيديروا حتى المتابعه الطبيه لدوك الناس اللي ساكن معاهم في الدار، مرتو ولا ولادو ولا عائلتو داكشي. فكورونا كيوقف هنا صافي، كورونا كيوقف هنا، هذه هي الفائده، ما كينتشرش. الفائده الثانيه اللي هي مهمه بزاف، واحد الفائده مهمه بزاف وعندها علاقه بالمنظومه الصحيه ماشي في المغرب، في العالم كامل، اللي غادي نبين لكم بواحد الشيما ماتيماتيك. كما قلت لكم الفائده الثانيه اللي غادي نبين لكم بهذا الدياغرام هذا، هنا عدد الاصابات، هنا الزمن، هنا عندنا القدره الاستيعابيه ديال النظام الصحي ديال اي بلاد. نتكلم انا على البلدان المتقدمه، حنا نتكلموا على البلاد المتقدمه، وديك الساعه نتوما غديروا اسقاط على المغرب وعلى المنظومه الصحيه ديال المغرب. هذه الكاباسيتيت اولا القدره الاستيعابيه ديال العلاج اللي كتقدموا اي منظومه صحيه في العالم، في العالم الاول، امريكا، الالمان، النرويج، السويد الى اخره. هنا كنبداو مع اول حاله ديال الاصابه، في حالة إلى ما دارش الحجر الصحي والناس بداو كيخرجوا وما كاين لا وقاية لا والو، كطلع عدد الإصابات واحد يعني واحد المستوى صاروخي، وهي غالية كما كتشوفوا هنا. إلى ما دارش الحجر الصحي، في حالة ما دارش الحجر الصحي، هذه كاملة الا ما داش الحجر الصحي، هنا كيوقع ان الطاقه الاستيعابيه ديال النظام الصحي كتنهار. كما شفتوا هاد راه كما قلت لكم هنا في الاول، هذه هي هنا هو المستوى ديال الطاقه الاستيعابيه. ففاش ما كيداش الحجر الصحي كيتزاد عدد المصابين حتى كيوصل لواحد العدد خيالي،
والمنظومة الصحية ما كتكونش عندها القدرة أنها تعالج هاد الناس هادو أو لا تديهم السبيطارات وتداويهم فكتخليهم حتى كيموتوا كما كيوقع الآن في الطاليان. إلا دار الحجر الصحي فوقتو شنو كيوقع؟ إلا دار الحجر الصحي فوقتو هنا كنوليو أننا نقدروا نتعاملوا مع هذا الفيروس هذا، وكتكون عندنا المنظومة الصحية قادرة على أنها تستعب دوك الناس اللي حاملين الفيروس وتداويهم بدون ما ينهار النظام الصحي. فهنا الإخوان هنا بالحجر الصحي وهنايا بدون حجر صحي. فلهذا الإخوان الحجر الصحي راه ماشي خضرة فوق طعام ولا عياقة ولا هذا، فهو يعني إجراء علمي خصو يدار لمواجهة هذا النوع ديال الأوبئة بحال وباء كورونا. الفائدة الأولى كما شفتوا هو محاصرة المرض وأن المرض ما ينتقلش، والفائدة الثانية هو الحفاظ على قدرة النظام الصحي باش يتعامل ويعالج دوك الناس المصابين بالفيروس. ولا ما داش الحجر الصحي راه كما شفتوا غادي يوصل العدد المصابين لواحد المستوى خيالي، وعندئذ غادي تنهار المنظومة الصحية وتما غادي نوليو امام عجز كبير في معالجة دوك الناس المصابين بالمرض، وهذا الشيء اللي واقع الان في ايطاليا مع الاسف. مزيدا من الوعي، وكنتمنى ان الشعب المغربي يفهم هذا الشيء ويجلس داره. تحياتي.